دلت هنا عبارة عن قاعدتين. ضياع الكبار يؤدي إلى ضياع جيل واحد، أما ضياع الصغار يؤدي إلى ضياع أجيال عديدة. هذه مسألة فيها منطقية لا يمكن إثبات عكسها إطلاقا. إذا ضاع جيل الكبار، نحن نتمناو ما يضيع حتى واحد، لا صغار ولا كبار، لا رجال ولا نساء، ولكن في حقيقة الأمر إذا ضاع الكبار يضيع جيل واحد، أما إذا ضاع الصغار فذلك يؤدي إلى ضياع أجيال عديدة. من هنا تأتي يعني أهمية الاهتمام بالطفولة وبهذه. ثم أنه الإنسان أطول المخلوقات حضانة، كما تعرفون كاين بعض الحيوانات لا تحتاج إلا إلى وقت وجيز، ولكن بعد ذلك تنطلق في الأرض، لا تحتاج إلى من يقوم على شؤونها، ولكن الإنسان هو أطول المخلوقات حضانة، يحتاج إلى مدة طويلة يعيش بين والديه، يتمتع بدفئهما ويعيش في ذلك المحضن الأساس في الحياة وهو الأسرة، ثم إلى مرحلة ثانية يحتاج إلى أسرته الكبيرة، ثم يحتاج إلى عشيرته ويحتاج إلى مجتمعه. فالإنسان أطول المخلوقات حضانةً.